حول أبو لبرو والروح قديش وعلينا حين حاضر يحمي وحدنا نشتفى فترين علم العالم والمين آمين وشين ود مشاين لعينو يبقى طليذي وشلوم ود مرضي لتحتو يبد بحذيذي وفاروق ود مخلص لعامي وصليبيذي وحبود ملتم لأفلي غايب ونوحو ميدي شين هات يا رب يومان ودي قيم تيدو إش غيجو ثوري مث عمراني ثو دبريثو محفظ لن بصلي بيدوخ مي كل دار أرض مشكرين الخلوبة بيدوخ لروح يدو قديشو وشو أبقو لزبان العلمي وبالوث وسبب بوفيكن لنا حافرون بيوم تخمار زمر لخ من دفاي لقارا وبعد عيد خنود له عام فريقي مصلي وعلينا محيل وحطايا رحمة وحنانا نشتفى فترة يوم العالم والمين آمين Make us worthy, O Lord God, to be protected under the wings of your holy cross, to take refuge in your resurrection, to believe in your revival, to keep the commandments of your gospel, to do your will, to fulfill your law, May we obtain shelter and help through the prayers of the just and the righteous. Grant to us and to our departed forgiveness of sins. Through their intercession to you we offer praise with your Holy Father and your Holy Spirit. ميطولش مخندوش لسوني يوم طول كل ناشد يدعن عام سخلو كفاربو هذا صلاب يودوي قمل بشبح من قبرو المسيح إلى هنا إذ أننا بصليبك لمفتخرون وبقيامتك لفرحون ومغتبطون فانشر علينا أمنك وسلامك وأحل فينا حبك ومودتك ووفقنا أن نسجد لصليبك ونعترف بقيامتك ومتعنا وأمواتنا في ملكوتك فنقدم لك حمدا وتعظيما وسجودا وليابيك وروحك القدوس وشبق لزبان العلمي يا تلي سكرد فرقون يا مين اخت سيعن مردوث اخت كشفينا كذا
الجبر والروح قديش. وعلينا نحيل خطايا رحم رحمنا نشتقم بدرينا الملعونم والمنام. أهلنا أيها الرب الإله لنحتفل بأعيادك بابتهاج ونفوز منك بالخيرات والبركات، واصرف عنا التأديبات وجميع الضربات بحق صليبك المقدس وبالقوة الحالة في قديسي، لنشكرك ونسبحك وأباك روحك القدوس أشوف كل زبان العلمي. بخلت قبل بعيلة بوبي ميطولش مخندوش السوناي حيث نور
قبر المسيح قام أب بشمايون القدس اسمه في بين الكوتة من وسبيانا أي كانت بشمايا أخبر هبلا لحمة سلقانا يوم وشبوك لن حوبين شمابه وروح قديس وحاضره شبيبه آمين. كل عام وانتم بخير جميعا أحبائي. بنصلي مع بعض صلاة الاعتبار في الخطايا لكل من هو مستعد أنه يتقدم يتناول جسد ودم ربنا يسوع. أحب أذكر قبل الصلاة أنه المناول هي طبعا عن طريق اليد، وضع كف اليمين فوق في اليسار، ونتقرب بكل خشوع ونتناول فورا أمام الكاهن. صلي مع بعض، بنقول أنا أعترف لله الآب الضابط الكل وابنه الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحه القدوس، وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة في نيقيا وقسطنطينية وأفسس على رجاء الكنوز الشريف المسلم إليك يا سيد الأطيب وبه تحل وتربط. إنني أخطأت بحواسي الباطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر، خطيئتي عظيمة عظيمة جدا، وأنا نادم عليها مدام كاملة وقاصد أن لا أرجع إليها أبدا، راضيا بالموت أحرى من أن أقبل الخطيئة. فأسألك بسلطان الكنوز المقدس أن تحلني وتسامحني بذنبي، سائلا الله أن يغفر لي بنعمته تعالى. آمين. يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا، يا رب سامحنا، يا رب ارحمنا، يا رب ليرحمكم رب الإله وليقودكم إلى الحياة الأبدية وبواسطة سلطان الكهنوت المقدس الذي أعطاه السيد المسيح إلى تلاميذه القديسين ومنهم إلى خلفائه المشرعين حتى وصل إلى ضعفنا العبد الخاطئ. بهذا السلطان المقدس أحلكم إخوتي وأخواتي من جميع ذنوبكم، أطلب من الرب أن يغفر لكم خطاياكم التي عملتموها برادة بغير رادة، بمعرفة بغير معرفة، التي اعترفتم بها والتي نسيتموها، أن يتقبل توبتكم مثلما قبل توبة المرأة الخاطئة والعشر ونص اليمين وكل التائبين والتائبات بنعمته تعالى. أمين. تذاكون تتقشون الشبقون حوبيكون وحطوا هيكون بابخون بشمو دابو ودبرو ودروحو قديشو الحايد العلم والمين. أمين.